ده مش تقرير ظابط، ده تقرير اخصائي اجتماعي. الكلام ده تروح تقوله في هندسة عتاد. يا فندم يا فندم اقرا التقرير بتمعن. قريته قريته. حبه؟ حبيته. من قلبك؟ حبيته يا فندم. اهو بحبك. مش بحبك. من قلبك بحبك. لا كده مش من قلبك. بحبك. في ايه هالظابط؟ انا مالي وما ظروف العيال العائلية؟ انا هتبناهم؟ انا ما تهمنيش ظروفهم. انا كل اللي يهمني المخدرات. فين المخدرات يا هالظابط؟ فين المخدرات؟ اتفضل. ايه ده؟ اتفضل. يا نهارك اسود ومنيل، ايه اللي انت شايله ده؟ فرش. فرش؟ فرش حشيش يا فندم. مارك تسيبها وخدها يوم السبت. نعم؟ لو مش فاضي السبت خدها لحد امان يعني. شكلك هيحبسنا الاثنين الصبح. ايه ده يا فندم؟ ده اللي هيوصلنا طريق المخدرات. توليفه عاملها عند العطار كده. وعملت كده ليه؟ اللي ليه اتزنقت؟ العيال اتورطت معاهم يعني، وعايزين يعملوا دماغ بلدي وعلى حسابي، فتصرفت. انت اتجننت بقى؟ بدل ما تعرف العيال دي بيجيب المخدرات منين، تشتغل لهم انت تاجر مخدرات؟ وبعدين العيال المدمنين دول هيأثر فيهم شغل العطارين اللي انت عامله الفالص ولا؟ يا فندم ده مفعوله كده. استنى مفعول ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه؟ ده انا لافف لك جوينت الصباحه. مين؟ فلتر كرتون. إيه؟ عريق اول ما تصحى ولح. انا ما بشربش الحاجات دي يا فندم. اسمع مني. ما بشربش الحاجات دي. هولعه لك انا. انت ثابت يا هالظابط بتاع دي؟ ما تولعش في بيتي ابدا. انا هحولك للتحقيق فورا يا فندم. انا هوريك شغلك. الكسفه اللي انت فيها يا حازم. حازم هبت ايه؟ في ايه يا حازم؟ معلش يا بيه، اصل انا سمعت بسيونو بيزعق فقلت يمكن بيزعق لحضرتك فاندفعت يعني. لا ابدا، احنا كنا بنشتغل انا وبسيوني. خلي بسيوني الحرس ده رجعه المكتب عشان نبقى نعدمه. ها؟ عشان نعدمه. انت بتعمل كده ليه؟ بتعمل كده ليه؟ مش فاهمك. علشان هخنقه قبل ما اعدمه. آه. عشان مش عاوز يفهم الحرز. ايوه علشان هنعدم. ايوه ايوه لفيت لك منه الصباحه. ايوه ابو كرتونه. اه كده هضربه بالنار قبل ما اعدمه. تعال ورايا الحرز. ايوه تعال ورايا. حاضر. ما تشنقوه احسن يا باشا. انا مش هستنى نتيجه التحقيق، انا هضربك بالنار. يا فندم يا فندم افهمني، ما قداميش حل تاني، لازم اعمل الحفله عند سعادتك هنا في البيت. ده انا لو مراتي عرفت هتذبحني. يا فندم عشان المهمه دي تنجح انا عايز قلبك يبقى قلب اسد مغربش تفوت في الحديد. مش ده كلام سعادتك اللي قلته لي؟ وانا لا يمكن اسمح لك انك تحول بيتي لجرسونيره. البيت ده اللي عمره ما دخلت فيه واحده ست غير مراتي والشغاله واحيانا حماتي. ده لو اعتبرت ان دول ستات جاي بعد العمر ده كله تدنسوا انت. خلاص يا فندم مفيش مشكله، انا هطلع السيد مساعد الوزير احطه في الصوره وافهمه ان المهمه بتبوظ عشان سعادتك مش متعاون معايا. اعلى ما في خيلك اركبه. يا عيني يا لا لا يا لا لا يا حزومة. ده حازم. امال هيكون عمرو؟ مين؟ عمرو شنب اصطبحتك. الجورك ابو كرتون يا فندم الاصطباحه اللي عاملها لك بتاعت العريق دي. يعني كان زماني انا بطرحه. فندم النبي يا فندم اعمل معروف بقى، خلينا نجيب الولاد هنا ونعمل الحفله. هتفضح اللي انت بتقوله ده، لا يمكن يحصل الا على جثتي. كده العيال هياخدوا بالهم بره. يا ريت يا اخي ياخدوا بالهم، ويا ريت يكون عندهم دم وياخدوا بعضهم ويمشوا. هي دي الحفله اللي عدايه؟
جايب لي كهارب ومزمار بلدي. قول لي لها حفله نهور يا سيباسيوني، ده انت ناقص تجيب لي حصان في البيت. والله دورت ما لقيتش ولا حصان. ده انا كنت اضربك بالنار. انت هو حصان في بيتي؟ انت مجنون يا فندم. معلش عشان انت نسيت احنا في مهمه يا باشا. ملعون ابو دي مهمه. تتفضل. بقول لك يا جدع انت بسيوني ولا زفت؟ بفكرك قبل الساعة 12 تكون مسرب الكلاب الضالة بتاعتك دي من هنا. 12 ما نلحقش، نبقى لسه فكرة الساحر. ساحر؟ ايوه. لو انت هتجيبلي ساحر كمان، ساحر هنا في بيتي فندم. انا اللي هعمل لك ساحر واخد عينيك في ايديا. انت مجنون يا سيباسيوني؟ ساحر فندم. بص، شايف العيال مسجنين بره على الاخر والخلطة ماشية زي الفل عشان خاطر يا فندم. هم دول عيال، دول عيال سفلة جايين. انت بترمزني ليه؟ زي يوم الحرز جايين. وازيك يا ابو العزايم؟ وايه القمصان دي المسخره؟ ميه وبحر يا راجل، ده احنا بريدنا يا راجل. ايه بس يوني سايبيننا واقفين هنا ليه بقى؟ سايبينكم معقوله؟ ده انا كنت بتكلم مع عزمي في موضوع كده يا جماعه. هاف فن. البيت بيتكم، خدوا راحتكم، كسروا الحيطان، اعملوا اللي نفسكم فيه. انا كنت خايفه يعني لا يكون القبطان عزمي بيه يعني متضايق من وجودنا ولا حاجه. القبطان عزمي بيه؟ لا لا يا جماعه، احنا نشيل الكلفه بقى. قولوا له يا واد يا عزمي، يا ابو العزايم يا زوجة. عزمي ده راجل هلاس طول عمره ويحب الهلس، مش كده ولا ايه؟ طبعا. ده هفن 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 هفن. طب عن اذنك بقى يا عزمي باشا، انا وانجي عايزين نقول كلمتين كده على جنب. ها طيب، وهتسيبني هنا لوحدي؟ اعزمك ايه؟ مايا خدي راحتك على الاخر. طب افسحك يا مايا على الاخر. روح يا هفن معاهم. هفن. روح يا هفن. سيادة القبطان، عاوزة ايه؟ انا خلاص قررت تعلمني الغطس، يلا غطسني غطوسة. ايوه مفيش انابيب تشيل الحجم ده، هحاول اشوف لك فنطاس يقدر يشيلي ان شاء الله. لا انا عايزة اغطس دلوقتي. فين؟ هنا؟ ايوه. في الشقة؟ عاوز تغطسي في الشقة؟ يعني انا مش هغطس. كسرت المكتب. الله، حلو قوي الجو ده يا بسيوني. انا فعلا كنت محتاجة تغيير. يعني هو ده التغيير من وجهة نظرك؟ اوف كورس. واحد يعني لازم كل فترة كده يغير من موده، يعني يعمل كده حاجة اورينتال عشان ما يزهقش. بس على فكرة يعني التغيير ممكن يبقى مش من بره بس. بس يوني انت عمرك حبيت بجد؟ هو في حب بجد وحب كده؟ طبعا الحب اللي بجد هو اللي يستاهل ان الواحد يتغير علشانه. وزي يا مسافره وعامل حفله، بس حازم جالك على غفله. ما تفهمش غلط، انا بعمل كل ده عشان مصلحتك ومصلحه اختك. صدقني. مصدقك طبعا يا بيه، بس انت المره دي فرطه منك جامد يا بيه. مش لما انت ليك في النظام ده تقول لي برضه حازم حازم حبيبك. نظام ايه؟ هظبطك. انت فاهم غلط. على العموم بص يا حازم، انا هشرح لك كل حاجه بعدين. تشرح لي ايه يا باشا بلبس الالعاب اللي انت لابسه ده ساعتها؟ حلو. طبعا يا باشا ماشي مع الشبكه اللي بره. شبكه ايه؟ الشبكه يا باشا اللي بره يا باشا، عشان كده حضرتك حطتني في الاداب عشان اتستر على جرايمك. يا بجم افهم، انا فعلا ابتديت اجراءات نقلك، بس انت ساعدني. نقل ايه يا ابي وتكلفه ايه؟ كنت مثل الاعلى وخلاص انهارت يا سفاح الاندر ايدج. اخرس ولد حازم. حبيبي وحشتني عزمي، انت نمت ولا ايه؟ روحي دلوقتي، روحي دلوقتي. ما وحشتكش يا حبيبي. وحشتني بس. ايه ده؟ فظيعه فظيعه. اوضتك دي؟ ها اوضتك. ايوه سريرك. ايوه سريرك ده. والحافي بجد. ايوه بجد يا عزمي. أيوه. وحشتني موت يا حبيبي. وحشتني بس روحي دلوقتي. بعدين بقول لك ايه يا عزمي. نعم. الجو ده ما بيصيرش جواك اي مشاعر ناحيتي. مين دي يا عم المثير؟ دي مجموعه من الاندر ايج جايه تسلم عليا. ربنا يوفقك يا باشا. عزمي. نعم. طول عمر الاولاد معايا بتاكل، شكل الشايب كده هو اللي هيقش. طيب بعدين اقش ازاي وفي جوكر واقف وراكي؟ ايه ده؟ مين ده؟ انا ناجي صاحب عزمي، كنت معاه في الفصل. مش معقول يا فندم حكايه الرحلات دي
زادت عن حدها قوي لدرجة إنها بدأت تأثر على المستوى التعليمي للجامعة. ما تيجي نتكلم بصراحة، أنا فاتح الجامعة دي بيزنس أفيد التعليم إنما المكسب نمرة واحد عندي، وعشان نكسب لازم نزود موارد الجامعة، رحلات حفلات، مش هنصرف على الجامعة من جبنة يعني. بس إحنا دلوقتي بنعمل رحلة كل أسبوع يا فندم، واحتمال قريب يبقوا رحلتين في الأسبوع. مش الطلب عايزين كده؟ أنا تحت أمرهم. إحنا لازم نفرغ طاقتهم المكبوتة لأن كبتها في خطر على مستقبل مصر. الكلام ده مش مظبوط يا فندم، وبيتجاوز كل الخطوط الحمراء. سوري، أنا مضطر ألغي الرحلة دي. أنت نسيت نفسك ولا إيه يا دكتور؟ اتفضل. وعلى فكرة أنا كنت صريح معاك من أول لحظة، ده مشروع استثماري. اديتهم له الصح انت يا ريس. تمام كده، قال نلغي الرحلات. ده عايز يخرب بيت ابونا ده ولا ايه؟ انا كده خلصت المنهج، نزلت صفحه 1 وصفحة 36 والباقي مشطوب. يلا باي على رنات بقى. الله يخرب بيت شرطك يا بسوم، يا ريتني ما كنت سمعت كلامك. ليه يا عم، في ايه؟ قعدت تقول لي خلي ابوك يتقدم لها رسمي، رحت قلت لابويا، قال لي جواز مين دلوقتي يا فاشل؟ ابوك قال لك يا فاشل؟ ده قال له يا فاشل، هو قتله؟ يا ريتها جت على كده وبس. ده قال لي كمان انا بصرف عليك علشان خاطر امك، روح بقى خلي غنى الكباريهات تنفعك. لا حمزه اتاكد ده ابوك بقى، عشان هو كده كرهك بجد. انا مش عارف اعمل ايه يا بسيون. بسيون انا لو ما خدتش امل انا ممكن اموت. لا انت مش عارف، انا ممكن انتحر يا بسيون. بسيون انا ممكن انتحر صدقني. يا عم اهدى يا عم، هنتصرف. حمزة عايزك تهدى. بس يوني انت مش حاسس باللي جوايا. انا لو امل سابتني هنتحر بجد. ايه يا عم الياس اللي انت عايش فيه ده؟ شوف، هو واحد فقط اللي بلجأ له في المواقف الصعبه دي. انا يا فندم لو لفيت الدنيا مش هلاقي زوجه لابن اختي اجمل وارق من الانسه رباب. فوزيه فردوس من رمين. امل من الانسه امل، ربه الصون والعفاف امل. وانا كمان سعيد قوي 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 بمعرفه ابن حضرتك. لا هنا ده نظره ضعيف. ده ابن حضرتك، وخصوصا لما عرفت ان اسمه الجميل ده حمزه. يا سلام، اسم فيه حمز كده. في ايه يا فندم؟ في حمز. في حمز. انا عندي سؤالين. قوي قوي. احنا جاهزين مش جاهزين يا عمر؟ طبعا. الاستاذ حمزه بيشتغل ايه؟ الاستاذ حمزه بيشتغل ايه؟ لا بعد عنك، ما بيشتغلش الفتره دي يا فندم. يعني ايه؟ متجوز بنت عشان تصرف عليه؟ لا لا انا ما اسمح لكش. لا لا من فضلك. في يا استاذ انا صعيده. لا يعني ايه ست تصرف على راجل؟ ادي اعصابك. ايه له كلمه؟ بتحس نفسك ايه يا استاذ؟ ايه الكلمه قبل ما تقول حاجه غلط؟ ايه انت تصرف؟ انت عندك الصوت كده، انا ما عملتش حاجه. انت جاي شلني الكلمه برضه. ما هي مش انا مش عيب، انا ما غلطتش يا استاذ. يا جماعه معقوله؟ انا ما كلمتوش. جايين نهد النفوس يا عزمي. خلاص عزمي ايه تراخي يا جماعه، ادعيله صابتنا. انا اسف. طيب يعني الاستاذ حمزه معاه ايه؟ 128 سماوي، 31 خضرا، بيدور وهيقسط قريب ان شاء الله. معاه معاه ربنا يا فندم، كلنا معانا ربنا في القعده دي. ونعم بالله. طبعا ونعم بالله. يعني هو خريج ايه؟ حمزه مطرب يا فندم. مطرب؟ مطرب والله. امال بيعرف يغني؟ ده انا مربيه على الطرب الاصيل وهو قد كده. الله يا سلام. سيد درويش طبعا، كامل الخلعي طبعا، حسن ابو الاخد علي. طب نسمع حاجه بقى من الغنى القديم. قادر تندمني على الايام، على عمري ضيعته، على الاوهام. قادر تندمني على الايام، على عمري ضيعته، على الاوهام. يعني تظلمني؟ ايه ده؟ ايه ده؟ وحش ولا ايه؟ مين ده؟ انا معرفوش. مين ده يا ابني اللي انت بتغني له ده؟ ايه ده؟ دي رائعة من روائع الاستاذ محمد محي الدين ابو العز. دي حضرتك عاملة اعلى ايرادات في المهندسين. اسأل شهاب، ولا انت ما بتنزلش؟ طيب ان شاء الله لو حصل نصيب انا عندي طلب من الاستاذ حمزه تاني. معلش تاني طلب تاني. طلباتك كترت. لا بجد طلباتك كترت. ابعد عنه. سعاد ما ترفس نفسك، انت عندك زحمه. اقعد يا عزمي.
اتفضل. انا قصدي يعني انه لو اتجوز ما يغنيش. ايه يا باشا، انا اصلا ما بحبش الغنى. لايمني على امل بس، ابوس ايدك. يلا على يعني ايه افهم من كده ان سعادتك موافق؟ ايوه نقرا الفاتحه. يلا قبل ما نروح كده.